مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حصاد هذا الأسبوع. أقدمه لكم أنا علي عمر وأنا ميديا دورسن من رباز نيوز، أهلا بكم. أكد الرئيس مسعود برزاني في بيان أن قوات البيشمركة هي التي حمت أرض كردستان من داعش على أرض الواقع بتضحياتها ودمائها، ولا بد من التأكيد على حقيقة لا يمكن تجاهلها، وهي أن الحرب ضد داعش ليس سهلا وليس بإمكان طرف لوحده هزيمته، والقضاء عليه يحتاج إلى تنسيق وعمل مشترك من قبل جميع الأطراف والمجتمع الدولي. وأضاف: لا يمكن لأي شخص أو طرف أن ينكر حقيقة أن أسطورة داعش قد تحطمت على يد أبطال الشعب الكردي. وفي ذكرى تحرير كوباني بكردستان سوريا من تنظيم داعش الإرهابي، نشرت محلية المجلس الوطني الكردي في سوريا بيانا هنأت فيها الشعب الكردي في كوباني وكافة أرجاء كردستان على هذا النصر والذي أصبح نقطة تحول نحو الحرية والخلاص من القهر والعبودية للعالم أجمع بحسب وصفها. أما في عفرين التي تشهد يومياً حالات انتهاكات، أقدم مسلحو العمشات على اعتقال وتعذيب عشرات المواطنين الكرد بشكل وحشي في قرية كاخرة التابعة لناحية ماباتا في منطقة عفرين بكردستان سوريا، ونتيجة الضغط الإعلامي تم أطلاق سراحهم جميعاً بعد احتجاز دام لحوالي 10 ساعات. بمشاركة كاميران حاجو ممثل الكرد في اللجنة الدستورية، تواصل اللجنة الدستورية السورية المصغرة اليوم الخميس اجتماعاتها في مبنى الأمم المتحدة بجنيف السويسرية لليوم الرابع على التوالي ضمن الدورة الخامسة والتي ستستمر حتى يوم غد الجمعة. قال سعود الملا رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا والسكرتير العام لحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا في تصريح خاص لرباز نيوز بأن عودة بيشمركة روش لكردستان سوريا والدفاع عن أرضهم هو مطلب جميع الكرد وليس مطلب المجلس الوطني الكردي في سوريا فقط. عقدت قوات سوريا الديمقراطية اجتماعاً مع النظام السوري في ناحية عين عيسى برعاية روسية وبحضور لجنة من شركة القاطرجي التابعة للنظام السوري. وقال موقع فرات بوست أن الاجتماع نتج عنه اتفاق نفطي بين الطرفين تمثل بدخول 400 صهريج من النفط لمناطق النظام السوري شهرياً، وبالمقابل تعهدت قوات النظام لقسد بحماية مناطقها من هجمات الفصائل المسلحة وتركيا من خلال نشر الحواجز ونقاط المراقبة. استقبل رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا سعود الملا وفدا لعدد من الأحزاب السياسية من كردستان تركيا في مدينة هولير عاصمة إقليم كردستان، وتباحث الطرفان عن آخر المستجدات على الساحة السياسية على رأسها المفاوضات بين المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية. وإقليمياً، قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أن بلاده لن تتردد في الدفاع عن نفسها وسترد بقوة على أي تهديد لأمنها، وذلك بعد ساعات من تصريحات لرئيس الأركان الإسرائيلي أثيث كوخافي التي قال فيها أن تل أبيب تعمل على وضع مخططات وسيناريوهات للتعامل مع المحاولات الإيرانية لتطوير قنبلة نووية. إلى هنا وصلنا إلى نهاية حصادنا لهذا الأسبوع، دمتم بخير. في أمان الله.